السلام عليكم متابعين الاوفياء، انتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والهلاي خطيكم عليا على التعليق الغزالة ديالكم. شكرا لاي واحد فرح معايا، وشكرا لاي واحد كتب لكم مونتير زوين حقي انا وبنتي وسي حسن، والهلاي خطيكم عليا الصراحه. كلمه شكر قليله بزاف حقكم، الهلاي خطيكم عليا على التتبع ديالكم عليكم مونتير ديالكم الغزالة. وكنشكر الناس اللي كاملين حضروا معنا واحد واحد، اي واحد جا وفرح معايا وكبر بيا الهلا يخطيكم عليا وخلاص. والله العظيم في هاد الوقت اللي كيبانوا الحباب الصراحه الهلا يخطي اي واحد. وهاد النهار متبعيني نشارك معكم الهدايا اللي جاوني في جنس اللي جاني ان شاء الله، واخا الصراحه يعني ما كنعرضوش لواحد باش يجي ويعد براسو ويكلف راسو ويجيب هدايا. انا غير ديك الفرحه اللي فرحوا معايا، وديك التكبيره اللي كبروا بيا وقفوا في جنبي، وديك الضحكه اللي شفت في وجههم، وديك الفرحه ما شاء الله اللي كتخرج من القلب، راه عندي حسن من كل شيء والله العظيم. ونخلي الكلمه للسي الحسن. متابعينا الاوفياء، نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا شوفوا هاد النهار هاد الهدايا كاملين بالوجوه الزوينه، ما قدرناش يعني ما شاركوهاش معكم، بزاف د الحوايج ما شفتوهمش الصراحه. كاين الهدايا اللي تصوروا، كاين الهدايا اللي مازال ما تصوروش. انا تنقول لكم واحد القضيه ما غاديش تلقاوها هنايا، هي غادي نعطيها واحد العنوان ديال هي هديه من ذهب لذهب ان شاء الله يا ربي. اكيد غادي نعطيكم الاقتراحات ديالكم المتابعين الاوفياء، نتوما تقترحوا عليا ان شاء الله يا ربي شنو غادي نقدر نهدي باش ربما ترضاو على عليا ككوبل وكمعامله زوينه ان شاء الله للاله حفصه. وغادي نقول لكم هديه من ذهب لي ذهب. صدمتيني الصراحه، ياك باغي تسميه واقيلا بنتك ذهب. لا 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 ماشي ذهب، لا ماشي انت لي ذهب ياك، ماشي لا يخطك عليك والله العظيم، لا لا يخطك عليا الصراحه. والله غير في جملتي ديك الفرحه انا في عيني عندي دنيا وما فيها والله العظيم. شنو بقى حفصه؟ لا يخطيك جزيل الشكر. الله ودي عليك لانك عطيتيني واحد مازال الحمد لله نطلبوا ربي يكمل عليك ان شاء الله يا ربي. وتزاد الطفله ديالنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، اللي مازال السميه ديالها صراحه من بعد غادي يشاركوا معنا بزاف ديال السماوات ديال الاسماء يعني جاوني في البال ان شاء الله. مازال ان شاء الله يا ربي غادي نشاركوا مع المتبعين حتى هما ينصحونا ان شاء الله يا ربي. شكرا للمتبعين. بعض المرات الام هي اللي كتضرب تماره وهي اللي عندها الحق الاسبقيه باش تسمي. حنا نعطيوها غير اقتراحات نعاونوها في الاقتراحات ديالنا، ولكن حتى هي غادي تسمي. انت بابا لا انا ما هزيت ما حطيت، انا عنديش يعني بزاف المتبعين تيقولوا والله هي اللي كتحمل وداك الشيء، وانا متفق معاهم في هذه القضيه هذه. يعني ضروري يعني غادي نخليو الام هي اللي غادي تسمي، وغادي نعاونها انا غير شي سميات ربما باش غادي تكون مزاحه اكثر واكثر. تبقى تغوتيلها اجاتك من صغر ان شاء الله يا ربي. نحاولوا ان شاء الله نتعاملوا واحد المعامله جيده مع الوليدات ديالنا باش يكون ان شاء الله واحد الجيل جاي يرضي عليه الله سبحانه وتعالى، بعدا هو الاول عاد يرضي عليه ان شاء الله الوالدين وبزاف د الحوايج. المهم متابعينا الاوفياء شنو كاين حصل النهار ان شاء الله. المهم هذا بلاتي 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 الله يحفظك، نسيت ما كنبغيش الهضره ديالي هو ان كيما قلت لكم حليها جلسوا فيها دابا سيرتو جيب شي حاجه من الحانوت. هي تنقول لكم متابعينا الاوفياء كاينه واحد الهديه حصل. خليك تما بلاتي واحد شويه داجي، خليك تما عافاك واحد شويه ضرني ما تخلينيش جمع عليك. المهم متابعينا الاوفياء هي انني صراحه تنفكر ندير شي هديه الصراحه لحفصه تكون قيمة، وبغيتكم تقترحوا عليا شي حاجة اللي هي زوينة إن شاء الله يا ربي. أوبليجي تكون من الذهب، شوفوا شي موديل يعني كنت صراحة تقريبا مدة ديال شي 6 شهور تنظن ولا 8 شهور باش كنت شريت هذاك الشاندير، ومن ديك الساعة ما وليت شريت حتى شي حاجة. يعني ضروري خصني نعطيها واحد الهدية بحكم أنكم كتعرفوا المرأة في الحياة ديال الراجل راه كتعني الكثير، والكثير مسكينة كتضحي بوقتها يعني بداكشي اللي تنطلب لها، يعني كتقوم يعني بيا بجميع ما يكون، وهذا كيهدف ديال أننا كنحترموا النساء ديال العالم وكنعطيوهم واحد القيمه وكنقدروهم، وديما تيكونوا فوق الراس والعين. اللي بغى بغى واللي ما بغاش ما عندنا ما غنديروا له. حنا عيالاتنا وماشي غير عيالاتنا، نساء العالم كنحطوهم هنا اقسم بالله العظيم نجرب انفيسوهم او نطيحهم فيهم. دابا حسن نقول لك تقدمي لينا بسم الله. سمعتي والو؟ ما شفتي والو؟ لا والله ما سمعتي حاجه. تشوفي داك الشيء ان شاء الله. اسيدي راهي الحبيبات راهي راكاز حنا خانز. المهم متابعينا الاوفياء غادي نعطيو الحصه، كاينين هدايا الصراحه اللي غادي نحاولوا نشاركوهم معكم. كل واحد جاب الهدايا ديالو، كل واحد جاب داكشي اللي قسمه الله سبحانه وتعالى، كنشكروه بهم جزيل الشكر للحضور الكريم. وغادي نبداو ان شاء الله يا ربي باول هديه ديال شنو هي ان شاء الله. اول حاجه كنشكر كاع الناس اللي جابوا لي الهدايا، عندي وجهكم احسن من اي هديه، ونرزقكم ان شاء الله يا ربي هادشي في الساعه ديال الخير ان شاء الله. وغنبداو الصراحة بأول كادو اللي شدي الصراحة، واحد الكادو اللي كيعجب أمي حليمة، أحسن كادو بالنسبة لأمي حليمة. إي والله شكون الشجر ديال الكوزينة؟ طبيعة الحال الكوزينة الكوزينة سيدي. الكادو ديال أختي مليكة، مليكة أم نسيمة، شكرا لك بزاف أختي مليكة، نرضوك إن شاء الله يا ربي في الساعة الخير
والله فرحت تي بوليدتك ان شاء الله. قبل ما نبداو في الشمال الفيه يعني قبل مسكينه كتحاول تجي وتجيب معها في يديها وحنا راه هذا الشيء ما تنعطيوش يعني واحد تنعطيو قيمه حقا ولكن القيمه الكبيره اللي تنعطيوها هي الوجه اختي ملكة والبنيه ديالها والعقبال اختي نسيمة شي تزويجه ان شاء الله. الله يربي فرحوا هذيك الساعه شي حاجه ديال الكادو ديال الدار الجديده وغادي نديوه للدار الجديده ما نخليوش هنا. شفتي ما شاء الله نديوها غنديوها معانا. ياك ودي عندي فيور هذا الكادو ديال الدار جات اختي ملكة الصينيه ما شاء الله كتحمق. دابا عرفتي امي هي الحسين شافت الصينيه غتقول لك اولدي شي كيسان وشي بريريد ما يرضي عليك ودي الحوايج كنقلاهم لا ضروري الصينيه جديده خصها براد وكيسان جداد. الكيسان اللي ما عندوش المتتبع المرايه يقدر يشوف فيه الوجه. بزاف لكم ولا تبان لكم مصوره شكرا لك اخويا الحسن اختي حصاله انا راسي وعيني يا اقسم بالله تنوقف بحال توقف لختي اقسم بالله وخويا والله ان شاء الله يا ربي ربي يخليك اختي حصاله ماشي خاص عليا بجوجكم ماشي خاص عليا ربي اللي عالم. مسكينه سمعت بزاف الاشغال ديالهم في الدار وانا مسكينه بعد ذلك قالت لي غادي نجي نحضر معكم وتحيه للام ديالها مسكينه اللي كتبت شي هدى كتولى سيدي وتتي حاولت تكون يعني ايجابيه في المجتمع وهذا الام ديالها يعني الله يعمرها الحمد لله تحماق عليكم والله القسم والله ربي اللي جات والله هذا الكادو الثاني اللي كتبتي ليا هذيك الصراحه ديال البيبي لا ديالي والله شكرا اختي ملكة بزاف والله الا عجبتي راسك اختي العزيزه الهلا يخطيك سوا اللي هي زوينه الصراحه ديال الحماله وديال الصيف مباردة ما شاء الله انتما متسفيعين ان شاء الله كسيو فنينة ما شاء الله فنينة هذه ممكن حصلت لبسيتها دابا انا غنلبسها دابا ان شاء الله ما نخبعهاش هذيك اختي هدى ديال الصيف ديال الصيف زوينه ما شاء الله تلوين يجيك فن والله زوينه الصراحه ان شاء الله ندير واحد الرحله من بعد ما غادي نسالو عندنا شي حوايج ديال الطريق ضروري خصنا نديهم وغادي نسالو شي حوايج شي مناسبات ديال زوينه في الطريق ومن بعد ضروري خصنا نمشي نشري الحوايج نحصل شي حوايج وشي حوايج ان شاء الله اكيد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي شوفوا شنو الوجهه غنديروا العام الله دابا مازال ما عرفتش ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا لك اختي ملكة ونشد الكادو الثاني ان شاء الله ديال اختي فاطمة أم أميرة الفاسية. شكرا لك بزاف اختي فاطمة الله يفرحك انتي بوليدك ان شاء الله ورداك في الساعة ديال الخير. اختي فاطمة الرسالة اللي غادي نوجه ليها هي ان واحد الانسان الصراحة قيمة فيها واحد الخير اللي هو كبير وضيع عمرها دار مسكينة في اي مناسبة كتحتاجوها كتضحي يعني بالغالي واي حاجة عندها تضحي من اجل فاطمة الفاسية يعني كنوجه كل يعني كل التقدير والاحترام وان شاء الله كما كتقول حسن نهضوك ان شاء الله في الساعه ديال الخير وتبقى في عطين الصراحه اللي غزال غزال الصراحه هو غنخدعو ان شاء الله يا ربي حتى ننفس ان شاء الله وغادي ان شاء الله ننفس ان شاء الله يا ربي المهم غنخدعو الصراحه غزال غزال فن فن تنخدمها فيه متقونه ما شاء الله اش نقول لكم ما شاء الله ما شاء الله هذا من الواعي يعني شوف ما شاء الله شوف كاري ماشي داك الثوب اللي واقف ولا يعني هذه الخدمه وماشي ديك الخدمه اللي واقفه ها انتم عرفت شي خدمه غزال عند اختي فاطمه والله العظيم وهذا الشكل تبارك الله جديد ما شاء الله في البيض وهذا اللون اول وحده غنلبس هذا الموديل والله ولكن هذه موديل جديد عند اختي فاطمه اللي بغات شي حاجه ما شاء الله شكرا لها بزاف والله شكرا لك اختي فاطمه بزاف نرضى لك ساعه الخير ان شاء الله يجيك غزال ان شاء الله حفصه ان شاء الله لا يخطيك اختي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي والصراحه هذا ديال اختي كوثر المراكشيه شكرا لك اختي كوثر بزاف جات هي طريق طويله الصراحه من مراكش وجات باش تحضر معايا والله لا يخطيك انت هي تحية كبيرة اختي ملكة واختي كنزة وعائلتها كاملين وردها لك في ساعة الخير اختي. الله يخليك اقسم بالله هذا القلب الكبير. والله العظيم ما شاء الله ديك السيدة غزالة والله سوا فنة ما شاء الله. هانتوما غزالة. سوا فني ونا ديال الصيف. الصيف هانتوما. يعني جبت لك شي حاجة لأنك تلبسيها دابا في هاد الوقيتة هادي. والله فني ونا فني ونا. شكرا لك اختي. جيب هادية ديالي. بزاف. هاهي احسن. كيفاش نجيب الهدية ديالي؟ خبي عليا شي حاجة. خبي عليا شي حاجة. عطيتك هدية من ذهب لذهب، مازال ماشي دابا. اه. وراني قلت لك شي حاجة. أنا صحابني دابا. بركة خويا عليك. يبارك بركة. وهذا الكادو ديال اختي إكرام الشمالية، شكرا لختي إكرام بزاف لهلا يخطيك تانتيا وخالتي فاطمة وخويا إسماعيل اللي جاوزة هما مساكن. وطريق من طه جاوجا الله يخطيهم معايا ويكبروا بيا الله يخطيك اختي اكرام رضاك في ساعة الخير الله يفرحك انت بجنات ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والله يخلي لك مول الدار اختي العزيزه تحيا اختي اكرام واختي اسماعيل وامي الحاجه فاطمه اختي فاطمه مسكينه
كنضربوا طريق طويله تاهما والله العظيم. جات حتى هي مسكينه واحد البيجامه ديال الفاس صراحه اللي غزات عادي غنخبعها ونتبعين مع الجلابه ان شاء الله. الله يخلي الحسن تخطى هذا شي الحسن تخطى هذا شي احتفال خصهم يجيبوا لك انت الصراحه. دابا غير حفصه والبنوته ان شاء الله يا ربي وما يبقاو يجيو من كادو ياك. علاش الرجال ما كيتعطاوهمش هدايا؟ هاد القضية خصنا نناقشوها ان شاء الله. ما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش الرجال ما كيجيوهمش الهدايا كاع في مرة. سبحان الله العظيم يعني ما شاف العرس ديالي حتى هدية ما جاتني. سوال ما جانيش. كبوط كبوط ما جانيش. شنو هو شنو هو؟ شري الراجل انت وشري انت المرا وشري المرا. شوف العاود عمل مزقيطه مزقيطه شي حاجه قال لك شي باله مزيانه شبويطه الله يحميك. هادشي شي جمار في التلال ديال الوراق. المهم اخويا تقاد معاه ماشي في هاد القضيه سبيل خويا. هاد القضيه غير ما عرفت كتجي واقيلا تجي محشومه يعطيو الكادو للراجل ولا كذا ما عرفت كيفاش كتجي. الراجل زعما يهدي للراجل نيت ولكن كتجي جيب له الكادو ونجي عندك انا كنت كتقص من ديك الاخر ديالو ما عرفت كيفاش كتجي. بحال هو قادر زعما يشري الراجل يا صافي خلي واحد لا لا وهذه صراحه واحده جميله غزاله اختي اكرام. شكرا لك اختي اكرام. شوف شي حاجه ما شاء الله غزاله صراحه ديال النفاس ما شاء الله غنخبعها ان شاء الله يا ربي حتى ولات. وهذه البنوار ديالها من الفوق شي حاجه واعره صراحه لهي اختك اختي اكرام والله. هذه ديال العريسات والنفاسات بجوج زوينه ما شاء الله والله. ها انتم بونتير في اليدين وداك الشيء غزال غزال ما شاء الله. هذا الشيء غزال لله يخطيك اختي اكرام والله. والكادو الصراحه اللي غنوريكم دابا اكثر كادو متشوقه ملي نوريه لكم لو بدا سبيعي. لا شي شوف خليه هذا ان شاء الله كيما تيقول الحسن ديما تيقول خليت الحلقه الجايه. لا لا والو لا لا ما نقدوش لا 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 خاصك تشوف قلبي تيضرب ناس المتبعين باش يهمسني صافي سير قلبي تيدوب عليا المتبعين ديالي وصوني الله يحبك خليني نشوف عليك. لا والو لا والو خليني احسن مزال المتبعين ديالي انا غنوريهم لك. لا والو حضروني الحسن والله الا غير الله. لا والو المتبعين ما نخبي عليهم انا والو الله يلعب عليك والله ما نقدر نخبي عليهم شي حاجه ما دينيش الناس غنغمض عيني. شوف المتبعين واش هادو انا بغيت نوريكم هو ما بغاش. ما شاء الله بنتكم شنو غادي تلبس؟ شنو سميتها شنو؟ عرفت دابا ان شاء الله هاد بنيوته ان شاء الله غتزين على بنت المتبعين صراحه والله انتوما بنتكم سبحان الله. شوف قداش الانسان تيتزاد شبان وبعض الصلاه. لا كاين ما صغرى الحسن اي والله دايره كبيره. انتوما متبعين هذا الكادو صراحة جبتو لي اختي السعدية شانيل. شكرا لك اختي السعدية بزاف الله يخطيك. انا عارفك ما شاء الله ما عندكش بنيته وعرفتي وفرحتي ببنتي الله يخطيك اختي العزيزة الله يخليك انت وليداتك ان شاء الله ومول الدار وتفرحي بهم انت ان شاء الله كما بغيتي. مسكينة ما كانتش عارفة واش عندي بنية ولا وليد جابت لي كسيوة ديال الوليدات وكسيوة ديال البنيتات المهم جابت لي جوج. هانتوما الاولى الصراحة ديال البنيتات غزاله ما شاء الله ريحتك اختي السعديه والله. وهاد الثانيه الثانيه عرفتي ويلي شحال حليل اللوا انتما مني 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 ما شاء الله يا ربي انتما غزاله تا هو بلا فيست العقيدات اللي شوف عندي واحد القضيه زوونه
اللي عندها وليد ان شاء الله يا ربي في المتتبعين وطلع اللايك الله يسميتو يعني يطلع هو الاول في لي كومونتير اللي لايك ديالها يطلع فيه هو الاول غادي نحاول نشدو لكم مشو نصيفطو لها كهديه من السعوديه واخا الهديه بعض المرات ما كتعطاش ولكن لو جينا المتتبعين انا عرفتي السعوديه ما غاديش تقول لا بتاتا راه جمع لكم مشا وصيفط لي الحمد لله غير المعلومات ديالها غادي نحاول نصيفطها لها ان شاء الله يا ربي انتم رجيله شو رجيله تاع الحسن قداش الله يبارك لكم صح مو زبين نصيفط لي وما تصيفط ان شاء الله ونشاركوا معكم فيديو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انت الوليد مو زبين خارج المغرب وداخل المغرب ما كاينش المشكل باش تصيفط داخل خارج المغرب نصيفطو ديال من هادي مو ديال من ها شنو غتشري له شنو غتشري له كاكا وشنو اخر حلوه وشنو غدير له هنا في الدار شنو غدير له قال لي واش تسبعين واحد النهار قال لي واش مومو فاق قلت له فاق قال لي ومشو نديروا له سيلي لاك عرفتني والضحك هو زوين ولا خايب هو خايب عنده خايب نديروا سيلي لاك ما شاء الله يا زوين المهم تشكروا اختي السعوديه شانيل هي والعائله ديالها الصغيره بس ابراهيم والوليده ديالها كاملين ضربه الله يخليهم ليك ونرضوا ان شاء الله في ساعه الخير جيتوا كاملين يعني فرحتونا وني كما كتشوفوا كاينه واحد الهديه الصراحه اللي ما بانتش هنا هي ديال اختي علامه انتصار يعني كما كتشوفوا ديك الوقفه تقريبا واحد النص كبير تما مسكينه هي تكلفات به والله الا عيت حتى كنداز معاها حتى هي جات لك سي واحد حنا دنا في ديك البيشه وراه هي اللي جات مسكينه الصراحه كنت انا هضرت معاها وداك الشيء يعني كانت هضرت معاها في الاول شحال هذه قالت لي صافي راه ما غيكون والو ان شاء الله يا ربي انا غادي ندير وفي ولات انا صوف ملي سولت البنات قالت لها الصراحه هي اللي تكلفات بها وكانت واحد هذه الصراحه اللي رائعه الحفصه يعني كنشكرك اختي انتصار جزيل الشكر يعني حتى انت داك الشيء درتي الصراحه راه يعني راه شنو نقول لكم غادي نرضوا كيف الساعه ديال الخير وان شاء الله يا ربي مازال المناسبه ديال الولد ديالك ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليه هو والزوجه ديالو ونكونوا حنا ان شاء الله حاضرين راه داك الشيء باش كيما تنقول لكم ديما باش نمشيو حنا وكنحضروا راه الانسان تيجي وتيكبر بك راه ضروري خصك تمشي تكبر الواجبات هذا ضروري هو صراحه انا اختي كانت يصاب ولكن ما تشكر قليله بحق تانتي جريتي صراحه وقلتي لك شي درتي راه ماشي قليل الصراحه الله يخطيك وصراحه واحد الكادو اللي نسيتو ديال اختي ماما جابت لي واحد الثوب والله الا نسيت ما جبتها بعد طاح لي في البال بقيت كنتفكر شكرا لك اختي ماما بزاف انتي ولا الله يخطيك والله يفرحك بالدنيا ان شاء الله يا ربي وهادشي اللي كاين من 7 ما نشارككم معكم هذا الفيديو هذا وقيل الحسن وقيل نقولوا مع السلامه وقيل نقول لكم مع السلامه متابعينا الاوفياء غادي نتسناو ان شاء الله شي حاجه اللي زوونه تنظن غدا ان شاء الله غادي كاين واحد السفر شي حاجه اللي رائعه غادي نشاركوها معكم مفاجاه الصراحه رائعه اختي رشيده بقاو معنا في الموعد ان شاء الله ونقول لكم مع السلامه يلا مع السلامه.